مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج معشات وأهم الموضوعات والتقارير اللي اهتمت بها الصحافة العربية والصحافة العالمية. النهاردة هنبدأ والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا زيارة ترامب لإسرائيل. خلينا نبدأ من وكالة صفا، والموضوع بكل أسف المنسي في العالم كله والمجتمع الدولي، لا يتحدث عنه أحد. هذا الموضوع لا نجده لا في الصحافة العالمية سواء أوروبية أو أمريكية بكل للأسف، ولكن ما زالت الصحافة العربية تتحدث عنه على استحياء، أما الصحافة الفلسطينية فتركز عليه تركيز كبير. وكالة صفا بتقول نقل أعداد كبيرة من الأسرى للمستشفيات بعد تدهور صحتهم. الكلام ده على لسان اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة اللي قالوا فيه إن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام اللي وصلوا ليومهم 36، يعني بقى لهم 36 يوم مضربين عن الطعام على التوالي. الأوضاع أصبحت وفقا لهذا التقرير خطيرة وتتطلب تحرك فعلي لإنقاذ حياة هؤلاء، لا سيما بعد أنباء متكررة ومتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم في الساعات الأخيرة لبعض المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية. اللجنة قالت في بيانها أيضا أنه إدارة مصلحة سجون الاحتلال بتمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وانها ما زالت بتضع عراقيل امام حق اهالي المضربين والمؤسسات الحقوقيه في انهم يطلعوا على اوضاعهم الصحيه واسماء وظروف من تم نقلهم للمستشفيات. يعني حتى هذه اللحظه ليس هناك تقارير واضحه بتقول هو مين الاسماء ومين هم اللي تم نقلهم للمستشفيات، حالتهم الصحيه ايه. لا تسمح سلطات الاحتلال انها تدخل اي من اهالي هؤلاء المضربين عن الطعام، ولا انها تدخل بعض المنظمات الحقوقيه اللي عايزه تشوف اوضاعهم عامله ايه. وان كان منظمات الحقوقيه في العالم كله والمجتمع الدولي في حاله صمت تام حتى هذه اللحظه عن مصير هؤلاء اللي بيعانوا داخل معتقلات سجون الاحتلال الاسرائيلي، وما زالوا الان يعانوا ايضا من مجرد تعبيرهم عن الاعتراض على هذه الاوضاع بالاضراب، والصمت هو الاجابه الحقيقه في المجتمع الدولي. نتحول إلى الموضوع الثاني لمعظم الصحافة العالمية تركز عليه، التركيز على ما يجري الآن في إسرائيل بعيدا عن معاناة الفلسطينيين. التلغراف والعنوان ما الذي يمكن أن يفعله دونالد ترامب لنزع فتيل الصراع العربي الإسرائيلي أو الإسرائيلي الفلسطيني زي ما هم مسمين هذا التقرير، تقرير لجيمس سورن اللي بيتكلم فيه عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما أسماه بالكيان الإسرائيلي بعد زيارته للسعودية، وبيؤكد أنه بمجرد هبوط طائرة الرئيس لمطار بن غوريون هذا الصباح، القادة الإسرائيليين من وجهة نظر كاتب هذا التقرير اللي كانوا منتظرين على المدرج، هو شايف أنهم هيكون عندهم تخوف كبير، وده تحديدا من تأثير انتقاد ترامب للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية اللي تم في يناير. أحزاب الليكود الإسرائيلية تحديدا أعربت عن أملها أنه الزيارة دي لدونالد ترامب هتحقق أحلامهم، وأنه سيتم نقل السفارة الأمريكية للقدس، وأنه يتغاضى عن توسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأنه يمتنع عن اقتراح مفاوضات إسرائيلية فلسطينية جديدة. يعني أما الليكود شايفين أنه ما يبقاش في مفاوضات فلسطينية جديدة وما يبقاش في يبقى يعني يتغاضى عن الاستيطان وينقل السفارة، يبقى المسألة خلاص القضية ماتت. لكن هم بيروا أنه ربما الظروف الصحيحة لم تأتي بعد، وبيتحدث التقرير عن أنه ترامب فاجئ رئيس وزراء نتنياهو في أول مؤتمر صحفي مشترك اللي كان في واشنطن لما طلب منه بشكل واضح ومحدد وقف المستوطنات، والذي لا يقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. بعض التوقعات وفقا للتقرير المنشور في التلغراف يتحدث عن أنه نقل السفارة الأمريكية من جديد تم يعني البعد عن الحديث في هذا الموضوع، وده أصاب الإسرائيليين أو بعضهم بخيبة الأمل. الصحيفة التلغراف بترى أنه العديد من الإسرائيليين بيروا سياسة ترامب في التعامل مع إسرائيل دليل على ما أسموه ظلم طويل، وبيقولوا أنه يتم تجاهل مطالبة إسرائيل بالقدس المتكررة. ترامب وفقا للصحيفة بيرغب في التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، وإن كان لا أحد يعلم إذا كانت الظروف مواتية أم لا.
من هذا التقرير في التليجراف للجيروزاليم بوست. جيروزاليم بوست عاملة الافتتاحية بتاعتها عن هذا الموضوع، وأيضا هناك تقرير آخر عن تخوفات أخرى للإسرائيليين، وهي تحديدا تخوفات من صفقات السلاح وتحديدا الصفقة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية. التقرير على جيروزاليم بوست بيقول صفقات السلاح السعودية تقلق إسرائيل. تقرير بيقول ان في مخاوف ابداها بعض الوزراء تحديدا الاسرائيليين من صفقة السلاح اللي ابرمتها المملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للمملكة، وتحديدا وزير الطاقة الاسرائيلي اللي قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللي بيتعمل بشكل اسبوعي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة انه الامر ده امر يثير القلق، وبيقول ينبغي ان نتيقن من حفاظ اسرائيل على تفوقها النوعي العسكري. ده في حين ان وزير المخابرات الاسرائيلي كان قال قبل كده ان زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية صحيح بتعزز المعسكر اللي هو اسمه المعسكر المناهض لإيران في المنطقة، وهما دائما لديهم تخوفات من إيران داخل إسرائيل، وانه الزيارة دي وهذه الصفقات تمنح ايضا ما اسمه وزير المخابرات الاسرائيلي فرصة للمضي قدما في أمن المنطقة والتعاون الاقتصادي كأساس للسلام، ولكن هو بيرى أنه في نفس الوقت ينبغي الحفاظ على ما أسماه التفوق النوعي العسكري لإسرائيل. هارتس وافتتاحيتها اللي كتبتها بعنوان كيف سيعقد ترامب الصفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الصحيفة اختارت في افتتاحيتها هذا الموضوع لتتحدث عن وصفها لشخصية دونالد ترامب اللي قالت عليه انه شخصيته وصفتها بانها غامضة وانه سلوكه غير معتاد وغير تقليدي، وبتقول انه العاملين دول وفقا للافتتاحية لابد ان تراعيهم اسرائيل والعالم كله قبل ان يتم التعامل مع دونالد ترامب. وبيقولوا ان احنا بنتحدث عن رئيس اقوى دولة في العالم، ومفيش اي دولة في العالم ولا حتى اسرائيل وفقا لافتتاحية هآرت، حتى واسرائيل اللي هي الحليف الاكبر للولايات المتحدة، مفيش اي دولة من هؤلاء لديها ترف ما أسمته الصحيفة بتجاهل الرئيس ترامب أو التقليل من الرسالة اللي هو بيقدمها. الصحيفة بتقول أن ترامب سيتصرف في قضية السلام بما أسمته طريقته المفضلة كرجل أعمال يجيد إبرام الصفقات، خاصة وأنه منذ انتخابه هم شايفين أنه كان متسق في تصميمه على التوصل لصفقة نهائية في الشرق الأوسط أسموها صفقة نهائية. طبعا ذكروا ما قاله ترامب في مؤتمره الصحفي المشترك مع نتنياهو بعد اجتماعهم الأول اللي كان في البيت الأبيض، وأنه وجد من المهم أنه يتم التوصل لاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الصحيفة بترى أنه ما يقوله دونالد ترامب والحديث عن ضرورة التوصل لاتفاق وحل لهذه القضية، بترى أنه ده يؤكد أنه سياسة ترامب في التعامل مع القضية الفلسطينية انها على الطريق الصحيح، لانه شايفين انها بتذكر سواء الاسرائيليين او الفلسطينيين او العالم اجمع بانه الهدف هو انهاء هذا الصراع العربي الاسرائيلي، وده اختيار الحقيقة مصطلح الصراع العربي الاسرائيلي في هآرتس في هذه الافتتاحية. يمكن بعض الصحف العربية ما بقتش بتستخدم هذا المصطلح وان كان هو ده الوصف الدقيق. بيروا انه ده بيلمح او بيعطي يذكر الاسرائيليين والعالم والفلسطينيين ايضا انه الصراع العربي الاسرائيلي الملطخ بالدماء لابد ان ينتهي، وانه ارادة الجانبين وفقط تلك الارادة هي اللي هتحل هذا الموضوع. وبيروا انه ربما الحل الوصول لحل يدفع الطرفين لحل وصفوه بانه حل وسط تاريخي. هآرتس نفسها عملت يعني اتساقا مع الافتتاحية والكلام عن التوصل لصفقة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين هذا الكاريكاتير The Art of the Deal أو فن الصفقة، وموجود نتنياهو المفروض ومحمود عباس أبو مازن، وفي وسطهم ترامب وبيقول لهم هنحرك السفارة للقدس وهنحرك حائط البراق او حائط المبكى هنحوله نوديه تل ابيب، يعني في اشاره كده تريقه ما انه هيعمل حاجه من هنا وحاجه من هنا، وبالتالي هي دي هيبقى الديل، لا احد يعلم ما هي الصفقه القادمه، وان كان العالم كله يحتاج الى انهاء هذه القضيه وانهائها بشكل عادل لشعب يعاني منذ سنوات حتى هذه اللحظه ولا احد يسمع ولا احد يرى. خلينا كمان الصحافة تتحدث عن
الاندبندنت تتحدث عن هذه الزيارة وعن خطاب دونالد ترامب للعالم الإسلامي، اللي عن طريق الاندبندنت اختارت مقال لروبرت فيسك. روبرت فيسك منذ فترة حقيقة بيكتب مقالات يعني تبدو وكأنها فيها مواقف قد تكون متناقضة بشكل أو بآخر حسب أو وفق القضية ووفق ما يريد أن يوصله روبرت فيسك من رسائل. العنوان المقال بيقول: خطاب ترامب إلى العالم الإسلامي كان مليئا بالنفاق والتنازل. ده من وجهة نظره. ليه؟ روبرت فيسك شايف أنه سمى الرئيس الأمريكي أنه اخترع خطاب، هو وصفه بأنه خطاب، روبرت فيسك وصفه أنه خطاب مزيف للعالم الإسلامي، وبيتهم دونالد ترامب أنه لم يذهب للسعودية علشان يحاضر، وأنه أدان الإرهاب الإسلامي، وبيقول كما لو أن العنف ظاهرة إسلامية فقط. يعني وهنا روبرت فيسك يبدأ في الدفاع عن الإسلام. يعني يصف فيسك ترامب بانه باعلانه انه كان في معركه بين الخير والشر بدا مثل يعني في سخريه واضحه مثل نبي العهد القديم. بيقول انه ترامب لم يعتذر عن خطاباته العنصريه ضد المسلمين العام الماضي. بيقول حتى اكثر من ذلك، هاجم ايران بدلا من ان يهاجم داعش. هو بيتهمه روبرت فيسك ان ده معناه انه بيؤجج النزعه الطائفيه. طيب هو لم يعتذر، طب وهل اعتذر أوباما من قبل أو أيا من الرؤساء والزعماء في الدول الغربية عن ما اقترفوه في العالم العربي سواء في المرحلة الأخيرة أو المراحل السابقة؟ هل اعتذر أحد عما جرى في العراق؟ هل يعتذر أحد عما يجري في سوريا؟ ولكن بيستكمل روبرت فيسكو بيقول أنه خطاب دونالد ترامب في مهاجمته لإيران وكأنه يؤجج النزعة الطائفية لأنه لم يهاجم داعش، مع أنه دونالد ترامب يهاجم داعش في كل يعني خطاباته ويؤكد أنه هدفه الرئيسي القضاء على داعش. ولكن طيب ألا يؤجج الصراع الطائفي هذه الجملة لدى روبرت فيسك لما بيقول بيتكلم أنه دونالد ترامب بيتحدث عن داعش، بيتحدث ولا بيتحدث عن روسيا ولا بيتحدث عن سوريا لما اتكلم انه احنا سندعم اصدقائنا داخل المملكة العربية السعودية؟ وبيقول انه اكتفى بصداقته، بينتقده انه اكتفى بصداقته مع ما اسماه روبرت فيسك المسلمين السنة في العالم وعدائه الواضح للمسلمين الشيعة. طب هذه الجملة كفيلة وحدها بتأجيج الصراع الطائفي، يعني وكأنه بيصور روبرت فيسك أنه هجوم دونالد ترامب أيا كان مغزاه على إيران وكأنه هجوم فقط على المسلمين الشيعة وكأنه وجوده في المملكة العربية السعودية انحياز للمسلمين السنة. تحويل المسألة لسنة وشيعة هو ده تأجيج الطائفية اللي سعت لي قوة كثيرة جدا وكتاب كثر وبكل أسف موجود في عدد من الدول العربية نتيجة لهذه الأفكار. الحديث عن دولة زي إيران أو عن جماعة أو تنظيم إرهابي زي داعش بعيدا تماما عن كونهم دينهم إيه، سنة أو شيعة، لأنه لو هنتكلم عن داعش فداعش تهاجم الجميع مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة وكل الأطياف. من كلام روبرت فيسك ومقالاته المستمرة المتنوعة والغامضة أحيانا والمتناقضة في أحيان أخرى، نذهب إلى أيضا الحديث عن التأجيج الطائفي والكاريكاتير من الاتحاد الإماراتية، كاريكاتير لرسم الكاريكاتير شريف عرفة يتحدث عن التأجيج الطائفي. وإيد إحنا مش عارفين دي إيد مين، الحقيقة الإيد دي ممكن تبقى أيادي كثيرة جدا يعني مشتركة في مسألة التأجيج الطائفي في المنطقة والحياة في العالم كله. من كاريكاتير الاتحاد أيضا للحياة اللندنية والحديث وكأنه الكاريكاتير وكأنه خلاص دقت ساعة قرب انتهاء التطرف والساعة بتمر في شكل مقص وهتقطع رقبة التطرف، نتمنى أن يحدث ذلك قريبا. هنستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة في موشات ومزيد من الأخبار، ما زلنا مع تحليلات أيضا لزيارة دونالد ترامب لإسرائيل وأيضا موضوعات أخرى كثيرة منها مهرجان كان والمشاركة العربية، إلى جانب أيضا الحديث عن بعض اللعبات الجديدة للأطفال تحديدا في أوروبا لتشجيعهم على الابتعاد عن اللعب الإلكترونية. ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا.
عدنا لحضراتكم واستكمال هذه الحلقة في معشات. والمصدر الإسرائيلي تتحدث عن السيارة المدرعة التي تنقل ترامب في الشرق الأوسط، وفقا لهذا هذه الصور لسيارة لها اسم ذا بيست أو الوحش، ودي السيارة المفترض اللي هيجتاز فيها دونالد ترامب أثناء رحلته تحديدا حديثهم في داخل إسرائيل، وهي سيارة مدرعة ضمن قافلة سيارات حراسة مدرعة تتضمن منظومة حماية عصرية تجنب لأي محاولات لاستهداف الرئيس، ودي سيارة شهيرة بيسافر بها دائما ترامب واسمها ذا بيست أو الوحش. ومن زيارة دونالد ترامب إلى إسرائيل إلى استمرار المجلات في الولايات المتحدة الأمريكية الحديث عن العلاقة ما بين روسيا وبين واشنطن، وغلاف نيوزويك يتحدث عما اسمها خطة بوتين لتدمير الديمقراطية الأمريكية، والغلاف عليه صورة بوتين، والحديث بيتزايد داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن سيطرة روسيا وتحديدا على خلفية ما يتم الآن من تحقيقات في العلاقات والمعلومات ما بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وحضراتكم تتذكروا أيضا The Time كان غلافها اللي كان معانا أمس، وكأنه الكريملين بيسيطر على البيت الأبيض في غلاف لافت هذا الأسبوع. نيوزويك أيضا غلافها لبوتين وسيطرته على الولايات المتحدة، أو ما أسمتها نيوزويك الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. نذهب إلى إيران والانتخابات الإيرانية، ولكن بعيون معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بيقول ماذا بعد الانتخابات الإيرانية. هذا التقرير اللي يتحدث عن نتيجة انتخابات الرئاسية الإيرانية، أنه من غير المرجح وفقا لهذا التقرير أن يحدث تغيير كبير في السياسة الخارجية أو السياسة الأمنية لطهران وفقا لبعدد من الباحثين في هذا المعهد، ولكن هم شايفين أن ربما ستكشف هذه الانتخابات أو نتيجة هذه الانتخابات عن مدى استقرار النظام الإيراني، لما رفض الناخبون وفقا أيضا لهذا التقرير المتشددين وتم اختيار رئيس روحاني، وأسفرت عن ما أسمته أو ما أسمى هذا التقرير انتصار مقنع لحسن روحاني وهو ب75%. ولكن هناك بعض التساؤلات اللي طرحوها على بعض الباحثين داخل المعهد، ما الذي سوف يتغير وما الذي لن يتغير بعد هذه النتيجة. بعض الخبراء داخل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اتكلموا، بعضهم شايف انه منهم باتريك كلاوسن مثلا اللي شايف انه الهامش الكبير هو اسمه هامش كبير لانتصار روحاني على خصمه القوي ابراهيم رئيسي لا يترك شكوك حول انه الناخبين داخل ايران بيفضلوا وفقا لهذه النتيجة الابتعاد عن المتشددين. بيرى انه قد يكون في الاقتصاد المرحلة المقبلة لن يكون هناك تغيير واضح، لانه المرحلة صعبة بسبب العقوبات الدولية، وان كان بيرى السنوات الاربعة المقبلة قد تشهد بعض التغييرات اقتصاديا في وجود روحاني. نادر أوسكوي وهو أحد أيضا الباحثين في هذا المعهد يرى أنه دخول رئيسي أصلا الانتخابات الرئاسية اللي هو المرشح الآخر كان محاولة لما أسماه تمرين على أن يصبح المرشد الأعلى التالي تحديدا وهو في إيران داخل إيران، وبيقول أنه بيرى أنه المرشد الأعلى هو المسيطر على كل شيء، وأنه رئيس الجمهورية بيرى أنه بيدير الإدارات موافقا لرأيه الأقل أهمية والأقل تأثيرا داخل إيران. أما فرزن نديمي وهو أيضا أحد الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بيقول أنه رغم أنه روحاني ورئيسي الاثنين اللي هم كانوا بيتنافسوا في هذه الانتخابات الرئاسية الاثنين حاول التأكيد على أحقيتهما طوال هذه الحملة الانتخابية، إلا أنه بيقول أن العديد من السياسات الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة للخليج ستبقى هي هي، وبيرى أنه من المتوقع أنه حكومة روحاني الثانية ستستمر في اتباع النهج للحكومة السابقة وستتجنب المواجهة المباشرة والموقف العسكري العلني لكي تحافظ على الاستعداد من خلال زيادة متواضعة في الإنفاق الدفاعي واستمرار لبرنامج الصواريخ وتطوير الأسلحة. كاثرين باور بترى انه إدارة ترامب لن تغير سياستها تجاه
التعامل مع إيران نتيجة للانتخابات الأخيرة وفوز روحاني، وبأنه الأمور لن تختلف وتستمر واشنطن في عقوباتها ضد إيران حتى بعد هذه النتيجة اللي البعض يتحدث فيها عن صعود للجانب الإصلاحي إلى حد ما والبعد عن التشدد. خلينا الخبر اللي كان المفروض يكون معانا امبارح، هو خبر الحقيقة غاية في الأهمية للأجيال الجديدة. مرة تانية المجتمع الفرنسي بيحاول أن يفرض شكل مختلف للعب للأطفال. لفيجارو بتقول لو سبينر نوفو فينومين مونديال دي كور دو ريكري، بمعنى انه لعبه السنيبر اللي هي لعبه الدواره دي، شكل اللعبه ظاهره، هي ظاهره عالميه جديده للعب في المدارس وقت الغيكري اللي هي وقت الفسحه. وبيتكلموا عن انه ده ابتكار هذه اللعبه، لعبه جديده ابتكرتها احدى الامريكيات اسمها كاثرين هيدجن، وكانت ما عندهاش فلوس علشان تقدر تصرف على هذا الاختراع، ولكن هذه اللعبه اصبحت الان ارتفع حجم مبيعاتها العالميه لعشرات الملايين. داخل المجتمع الفرنسي تحديدا اللعبه دي بتزداد بنسبه كبيره جدا نسبه مبيعاتها، وان كان للاطفال من عمر 7 سنين. الست دي اخترعت اللعبه دي لان بنتها كان عندها مرض التوحد، وكانت شايفة ان اللعبة دي بتساعد بنتها او ساعدتها فعلا في انها تبتدي تركز لما ابتدت تلعب بيها. هي زي كده حاجة ما بين النحلة وبين اليويو، بتداس على الزرار اللي في النص وبتلف لفات معينة، واكتر لفات ممكن هو اللي يكسب، وممكن واحد يلعبها لوحده، طفل يلعبها لوحده، وممكن اطفال يلعبوها مع بعض. منتشرة بشكل كبير جدا في المدارس الفرنسية. بعض المدارس من كتر انتشارها في وقت الفسحة ابتدوا يمنعوها انها يلعبوا بها الولاد، وان كان الحديث عن مبيعات عالية جدا يتوقع انها تزداد كمان في فترة الصيف للأطفال للابتعاد بشكل واضح. وما زال ده معناه أن الأطفال ما زالوا في حاجة إلى لعبة يقدروا يتعاملوا بها في الحياة الحقيقية، يتعاملوا بها سواء لوحدهم يلعبوا بها أو مع حد من زمايلهم، بعيدا عن أن كل واحد يبقى متوحد لوحده مع جهاز إلكتروني ويبتدي يلعب اللعبات الإلكترونية. احنا اخيرا هل عندنا وقت ولا وقتنا انتهى؟ طيب احنا وقتنا انتهى. كان عندنا خبر عن مشاركات العربيه في مهرجان كان، والحديث عن تونس وفيلم على كف عفريت اللي مشارك في مهرجان كان للمخرجه التونسيه كوثر بن هنيه، فيلم مهم المفترض انه ربما سيحقق يعني مفاجاه ما داخل مهرجان كان. وهذه المخرجه اللي كان منحها الرئيس التونسي قبل كده وسام الوطني للاستحقاق الثقافي عن أعمالها السابقة. نتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله الأيام القادمة هيبقى عندنا معلومات أكتر عن الأفلام سواء عربية أو عالمية، ومعلومات أكتر وأخبار عن مهرجان كان السينمائي الدولي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أشوفكم إن شاء الله على خير 9:30 وحلقة جديدة من مناقشات والصحافة المصرية الصادرة غدا. دمتم في أمان الله.